كما أتوجه لإسرائيل حكومة وشعبا وأقول: لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وإنه لهذا الغرض فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقا لسياق عادل وشامل. فدعونا نضعها معا موضع التنفيذ ونطوي صفحة الألم من أجل الأجيال القادمة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.